دراكسلر يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. مبابي يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. جول وتقدم بهدفين الآن. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. حسرة كبيرة، نعم نعم لقد ضيع الكرة. والآن الدور على روبرتو فيرمينو. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ضربة مذهلة. كافاني عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. شاكيري يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. دي ماريا يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. نيمار هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا أنت. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. فيراتي عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. كيم بيمبي يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. والآن الدور على مونيه. تصدي رائع، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. نيمار عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. ماركينوس يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل التصدي غير عادي. حارس كالف، الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كالف ينجح في صد الركلة. نيمار إذا صدها سيعيد الأب. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. والآن الدور على تياغو سيلفا. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. ليفربول هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. نيمار يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ضربة مذهلة. ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. دراكسلر يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ليفربول هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟
ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، ثقة واضحة عليه، وكرة في منتهى الروعة. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. إيكاردي، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. أوه، الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ليفربول لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء، وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. كافاني يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. ليفربول، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. والآن الدور على دي ماريا، سددها بطريقة سيئة. نيمار هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يتصدى لها الحارس، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. نيمار عليه منع هذه الركلة من أن تصل. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. كيم بيمبي يتقدم لتسديد الركلة ترجيح. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. ليفربول عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. مونيه يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته، ينقذها الحارس. يا سلام، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. نيمار إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق، هذا درس قاسي يتعلمونه في عالم كرة القدم. تقدم في النتيجة لا يعني الفوز، الأمر سيء دائما للفريق الخاسر، بالذات عندما يتعلق